الثانية الرئيسي الخاص بالجعدان. وصلنا إلى لحظات التكريم، إلى اللحظات التي ينتظرها المتابعون والمحبون لهذه الرياضة العربية الأصيلة في متابعة لانطلاق رياضتنا هنا على هذا الميدان، عاصمة ميادين السباقات، ميدان الوثبة، في هذا المشهد المتميز، المشهد الجميل لانطلاقات الكبار في هذه اللحظات. بالفعل هنا مراكزنا الأولى، هنا تحدياتنا الأولى، هنا شوطنا الأول الذي كان في البداية يظهر أريام في مقدمة الأشواط في هذا المساء. لسعيد بن سيف بن كليب الكتبي ممثل المدام الذي قدم أيضا انطلاقته وإضافة رمزه الثاني في هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. الرمز الأول كان مع ناصية اللقاية، وهنا أيضا يكمل مع الثنايا تواصله هنا في استعراض هذه النجوم الخاصة بعزبته وتطور الأداء الذي نتابعه. خيره كانت في المركز الثاني محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ما شكلت أيضا حضورا متميزا لانطلاقتها في هذا الشوط، وجاءت بالفعل تأكيد على هذه الانطلاقة التي تابعنا حضورها هنا في هذا الاندفاع. هنا مالكي وملاكي صاحبة المركز الأول خيره، وهي تحتفل أريام، وهي تحتفل أيضا بفوزها بالمركز الأول. بالفعل تهنئتنا أيضا للسيد سيف بن علي بوكليب ممثل المدام الدائم أيضا، وتقديمه لهذه النجوم هنا في ظل وجود أنجالي الكرام المحبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. بالفعل شرف لا يضاهي شرف تواجدك أيضا في هذا المهرجان الذي يقدم دائما في ختام مهرجاناتنا في هذا الموسم أجمل وأروع اللحظات المتابعة في رياضتنا العربية الأصيلة. خيرة كان من نصيبها المركز الثاني محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، والتي سجلت حضورا متميزا في هذه الانطلاقة وفي هذا اليوم. سووا وسع للكاميرا، وسع للكاميرا يا غانم بن علي بن حمودة الظاهري، هنا يتابع أيضا لحظاتها. وأنجال أيضا يتابعون التفوق الذي كان محمد بن غانم بن حمود الظاهري اللي كان أيضا هنا في هذه اللحظات. بالفعل تقليد رائع ومتميز لهذه الرياضة العربية الأصيلة في ختامنا هنا لخيرة صاحبة المركز الثاني والجهد الذي بذلته أيضا لتتواصل في انطلاقاتها. المركز الثالث إياك الله، كانت رسمية صاحبة المركز الثالث لعبد الله بن حمد بن مبارك الخليفي. كما نتابع هذه كانت أريام 12 دقيقة 35 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. في المركز الأول تلتها خير محمد بن غانم بن حمود الظاهري، في المركز الثاني 12 دقيقة 36 ثانية وجزئين من الثانية. وجاء المركز الثالث يحمل أيضا وجود الرسمية الضيفة القادمة من دولة قطر 12 دقيقة 38 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية. عبد الله بن حمد بن مبارك الخليفي في رسمية التحدي والإثارة. هنا لحظات التكريم إذا مستمرة للمراكز الثلاثة الأولى في هذا الاندفاع وفي هذا التواصل. نهنئ الجميع، نهنئ الجميع في هذا الانتصار في تحديات البداية الأولى التي كانت هنا مع الشوط الخاص بالإبكار في هذا الانطلاق. ثم نبدأ قصر الشيوخ مصخرين الصعيبات بموالهم وارواحهم يحتمونهم اللاذبة كأنه بعال المنيفات.
ماله على وجه البسيطة نمونة، قصر الفخر، قصر الشرف والمروات، قصر دخيله ما يشوف المهونة، قصر الكرم، قصر الوفاء والبطولات، يحماه من بيده تدابير كونه، رب تعلى فوق سبع السماوات. آمين يلي آمين يلي منطقي تسمعونه، ادعوا لابو السلطان شيخ المهمات، شيخ بلاده بين جفنه ولونه، شيخ بلاده بين جفنه ولونه. يشهد فيها التاريخ، يشهد فيها ادعوا خالد تواجده ايضا في هذه ومنصور بن زايد عضيده وعونه، حتى وسلطان بن حمدان بالذات حروف القصيد هنا تظهر بالذات في هذا التحدي وفي هذا المهرجان، مهرجاني قصر الحصن بإثارة متميزة هنا في التجديد بهذا المهرجان الكبير. لا يمكن مهرجان قصر الحصن والذي يأتي بالرعاية الكريمة لسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. هنا إذن البداية للشوط الخاص بالجعدان، شوط مفتوح كان بالفعل مؤكدا وجود نوعيات متميزة هنا مع ختام هذا الموسم، كانت حاضرة بالإثارة وفي المنافسة في هذا المهرجان الكبير. التكريم لثلاثة المراكز الأولى كما نشاهد غيث محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين هو صاحب المركز الأول، هذا هو المركز الأول غيث وصوله إلى خط النهاية 12 في 53 ثانية ثلاثة من أجزاء من الثانية، توقيته متميز. هنا مجسم قصر الحصن يذهب لمالكي أريام سعيد مسيب بن علي بكليب الاشتبي. التاريخ هنا بدأ من هذا المكان ويستمر أيضا في ذاكرة التاريخ في هذه الانطلاقات. إذن هنا تكريم، ونبدأ أيضا بالمراكز الخاصة بالجعدان حيث غيث محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين صاحب المركز الأول من المملكة، ثم جاء المركز الثاني شاهين راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي 13 دقيقة 4 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية، وختامها كان بجنيف عبد الهادي بن راشد. إذن هنا لحظات الفرحة بن جبرين أيضا بتفوق غيث، كان بداية التحدي والإثارة. هنا أيضا بعد إنجازه في دبي، هنا في دولة الإمارات في الميدان الذكي ميدان المرموم كان مسجلا لإنجازه، وهنا أيضا راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي مالك شاهين تهاني أيضا بهذا الفوز والانتصار. لحظات بالفعل تشكل وقوفك بها أيضا من خلال هذه الدقائق المميزة، ليكون الكل هنا مكرما مقدرا لجهده وأدائه الكبير. المركز الثالث كان هو ضيفا ايضا عبد الهادي بن راشد محمد العاوي قادم. من المملكة ايضا الاخوان الخليجيين هنا يشاركون، هذا هو ضيف صاحب المركز الثالث 13 دقيقة 7 ثواني 6 من الأجزاء من الثانية، يحقق أيضا انتصار في هذا التكريم الجميل والتكريم المتميز. نبارك للجميع ونقف مع هذه اللحظات أيضا لحظات الختام الانتقال إلى الفئة الأكبر وآخر الأعمار
في مسار الإثارة والتحديات هنا بن جبرين محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين يتسلم المجسم مجسم قصر الحصن في هذه اللحظة التاريخية للحاضرين. الكل حضر هنا والكل تابع والكل شهد هذه الانطلاقات والتحديات. بالفعل إثارة بدأت من خلال هذه اللحظة القادمة التي تحمل استكمال أشواطنا المتبقية. تبقى لدينا شوطان خاص بسن الكبار. إذن هنا نهاية التكريم أيضا لسن الثنايا، وكما ذكرنا ستكون الإثارة في الختام. عاصمة ميادين السباقات هذه هي لحظات المتعة والتاريخ والإثارة والمنافسة في رياضة هي الأقدم، رياضة هي التي تتواصل على مدار السنين والأعوام. رحمك الله يا زايد، رحمك الله يا زايد من أرسيت أيضا دعائم هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا وأسست